بسم الله الرحمن الرحيم. تحدي كبير بيواجه العالم. انت النهاردة بتتكلم على تغيرات مناخية، محدودية الموارد الطبيعية في كثير من دول العالم. خلي بالك يعني الموضوع مش مقتصر على مصر، ان احنا بنقول حصتنا من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب واحنا تخطينا 100 مليون نسمة. لا، انت عندك تحدي على مستوى العالم في الاستفادة من الموارد وانتاج الغذاء، والزيادة السكانية بتحتم ان انت تشوف ايه الوسائل اللي تقدر تزيد بيها من انتاجية الارض الزراعية. وكان لابد من استخدام الاسمدة كحل، ان انت عايز توفر العناصر الغذائية للمحاصيل المختلفة كي تساعد على انباتها. ده تحدي تغذية، وفي نفس الوقت عايز تقلل الفاقد، فتبتدي تفكر في المبيدات واستخدام المبيدات الفعالة والآمنة وتشوف ايه ضوابط استخدامها. النهاردة احنا بنتكلم على فكر جديد وفكر جميل، الأسمدة العضوية او التسميد العضوي. هو مش جديد، هو احنا طول عمرنا بنتكلم على تدوير المخلفات الحقلية واستخدام السباخ البلدي، لكن المعاملات اللي بتتم وازاي ان انا اوصل ده بصورة سليمة، وازاي ان المزارع يزيد من استخدامه وما بقاش الاعتماد الكلي على الأسمدة الأزوتية. أنا النهاردة بيشرفني الدكتور محمد عفيفي، أستاذ الأسمدة بمعهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية. منور يا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ معهد الأراضي والمياه بيقوم بدور جميل جدا بصراحة. كلمني الأول عن معهدكم الجميل. معهد الأراضي والمياه ده أحد معاهد مركز البحوث الزراعية تبع وزارة الزراعة، وفي حوالي 10 أقسام بتهتم بالبرانش الرئيسي فيها. أول حاجة الأراضي، منها بقى الأراضي دي بيندرج تحتها تصنيف الأراضي، ومنها الصرف، ومنها وجزء وبرانش منها تحت الميكروبيولوجي بتاع الأراضي وزيادة خصوبة الأراضي، ومنها الأسمدة، ومنها الكيمياء والطبيعة، ومنها البيئة. فكل الأقسام دي كلها بتخدم وتصب في حاجة واحدة، إن هي تقوم بنهضة الأراضي، الموارد الطبيعية زي ما حضرتك قلت، الأرض والمية والبيئة. فاحنا الثلاثة دول من ضمن الموارد الطبيعية اللي المفروض نعمل فيها تطوير على طول. فيعتبر معهد الأراضي والمياه من المعاهد الرائدة اللي هي بتمشي في البحث العلمي وتوصل لأعلى درجة انها تزود خصوبة الأراضي بأقل تكلفة. علماء معهد الأراضي والمياه هم اللي عندهم المعرفة ويقدروا أهمية الأرض الزراعية وعارفين خباياها وأسرارها والكنوز اللي موجودة فيها. كان من فترة بنتكلم على الخريطة السمادية، هل احنا محتاجين فعلا حاجة زي كده او ان احنا نعيد الخريطة السمادية مرة اخرى؟ اعتقد ذلك بلا شك طبعا، ان زي ما بيقولوا على مستوى العالم الابحاث العالمية، انا يبقى عندي تحليل لكل نوعية تربة على محطة. بالضبط ما انا بقول لسيادتك، على مستوى العالم في هرم اسمه هرم زيادة الانتاجية. هرم زيادة الانتاجية دي بيتكون الرأس بتاعه من الاسمدة المعدنية، والقاعدة بتاعته من او الزاويتين الاخريين دي أسمدة عضوية وأسمدة حيوية. وبيقول إن على مستوى العالم إن لو جمعت في المحاصيل الزراعية بين الأسمدة المعدنية والأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية، هتاخد أعلى من المتوقع من الإنتاجية بتاعتك بما يتراوح من 10% ل 25% لحد 40% لو عندك up to date في الأسمدة اللي أنت بتحطها. بلا شك ان طبعا محتاجين فعلا نشتغل بالعلم صح، ان ما نضيفش الاسمده هبهزر كده، لان احيانا اضافه بعض الاسمده تسبب خلل في تركيب التربه. فمثلا بعض الاسمده الموجوده حاليا دلوقتي، في ناس بتستعمل بعض المبيدات بتكسر البناء الترابي، واحنا عندنا التربه القديمه، تربه او تربه الوادي تربه قديمه خصبه جدا بالعناصر الغذائيه، فالمفروض نكون محافظين عليها تماما من اي هدر او اي فقد في خصائصها الطبيعيه بتاعتها. فبالتالي لو استعملنا الاسمده العضويه والاسمده الحيويه اللي بقول لحضرتك عليها، اللي هي اللي بتمثل تلتين الاسمده، هتكون بالتالي تقدر تحافظ على المورد الرئيسي بتاع الارض وهتزود خصوبتها. طبعا، وابقى انا عارف كفلاح معايا التوصيل من معهد الأراضي والمياه أو معايا الجهة اللي نفذت لي الخريطة السمادية، النهاردة أنا هزرع في بداية موسم القمح مثلا، فأنا هعرف نوعية التربة بتاعتي إيه وإيه العناصر اللي هي محتاجاها،
فمش هيبقى فيه زياده او فيه نقصان في بعض العناصر، ما يبقاش فيه حمل بيئي كمان لان انا عندي ميه عاوز احافظ على جودتها. صح يا دكتور؟ تمام حضرتك. حتى الايام دي انت حضرتك كنت بتتكلم من قليل يعني على مشكله المناخ، ان زياده الاسمده المعدنيه بطريقه زياده عن اللزوم، واللي برضه الاسمده الازوتيه مشكله ازوتيه خاصه، بيجي الفلاح في بدايه الموسم يقول لك المحصول ده مقرر له مثلا 3 شكاير، ده ما بيكفنوش، انا بحط 6 شكاير وبرضه عايز اضيف تاني. فالفكر ده راي حضرتك كعالم في هذا المجال ايه؟ هو طبعا بلا شك الاسمده الازوتيه بالذات ليها، احنا بنحطها في الفلاح المصري عنده جزء من السلوك يعني المفروض مع مراكز البحثيه ومع معهد الارشاد بالذات، ان نحاول نوجه الفلاح ان الترشيد في استخدام الاسمده المعدنيه اللي هو بيعتبر حاليا دلوقتي هي المصدر الوحيد اللي قدام الفلاح، ولكن ما بيبصش للمصدرين التانيين اللي هم بيمثلوا 1/3 الاسمده، الاسمده العضويه والاسمده الحيويه، الجزئين دول بيمثلوا 75% من الاسمده او من 60 ل 75% من الاسمده. هو مركز فقط على حاجه تدي للزرع بتاعه بسرعه، ولكن المفروض بيبني بيحافظ لما بيدي اسمده عضويه واسمده حيويه بيحافظ على التربه، بيحافظ على خصائصها كويسه جدا، بيزود الخصوبه بتاعتها، بيزود المايكرو اورجانيزم اللي هي بتزيد الخصوبه بتاعتها، بيزود العناصر بتاعتها، وبالتالي اما يحصل لو حصل ان زود هو في الاسمده المعدنيه بيحصل حاجه اسمها اميشن. الاميشن دي زي مثلا سماد الازوتي لو زاد بيزود النترات في وجود مثلا بعض بعض الزراعات اللي بتعوز ميه كتيره، فبيحصل حاجه اسمها دينيتريفيكيشن، يتحول النترات الى نيتريت وبالتالي يحصل اميشن في الجو، بيبدا تلوث المناخ، تلوث الجو، وبينعكس يعني ذلك كمان يساعد على احتباس حراري ويعمل لي مشاكل بالظبط الاسمده نفسها ولو في طريقه خاطئه. الاسمده حضرتك يعني احنا لو جينا نوصف الزراعه كلها بتعمل اميشن قد ايه بما فيها بتحوالي 16%، جزء منها بيتعلق بالتربه ومشاكلها اللي هي الحرث العميق والحاجات دي بيحصل نتيجه لتنفس الكائنات الحيه بيحصل اميشن منها، ولكن الجزء الثاني اللي احنا لو مثلا في بعض زرع الرز اللي بيحصل فيها غمر ولو سميت تسميد زياده عن اللزوم بيحصل ان النترات او اليوريا او النترات لو هو سمد بحاجه على حساب حاجه بتتحول لحاجه اسمها دي نيتريفيكيشن، النترات تتحول لنيتروز والنيتروز بالتالي يطير في الجو ويسبب اميشن، بالاضافه لان وجود الاسمده العضويه في وجود ميه وخاصه زراعه الرز بيحصل ان الاسمده العضويه بتطلع الميثان، وايضا دي من ضمن العناصر اللي بتسبب تلوث في الجو. فبالتالي لو احنا وزننا بين الأسمدة المعدنية والأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية هنقلل من التلوث البيئي بتاعنا، وبالتالي التغيرات المناخية اللي احنا بصددها حاليا دلوقتي الأسبوع من أسبوع زي ما حضرتك ملاحظين كان الجو حرارة عالية دلوقتي في برودة وبتدرج، ده كله بسبب العادات السيئة أو عدم فهم المزارعين بصفة عامة في تطبيق الحاجة بالمقننات المظبوطة، وبالتالي احنا المفروض محتاجين روشتة نعملها لكل زرعة لكل محصول، نقول من بداية تحليل التربة وتحليل المية اللي داخل عليه عشان نقدر نقيم أمراضك بتيجي ازاي وتقدر تقيم صح. وانت أي طبيب ما بيقدرش يشخص الحالة لما يكون معاه تحليل ومعاه المريض يسأله قدامه، فكذلك الفلاح لو احنا عملنا له تحليل التربة عشان نقيم شغل علم مظبوط، تحليل تربة تحليل مية، وبعدين نبدأ نحسب المقننات الغذائية لكل محصول، وبالتالي نحط برنامج مظبوط، وزي حضرتك ما تقول نقدر نمشي على خطة سمادية مظبوط. صح، هو الدكتور قال حاجة جميلة، قال لي زي الدكتور ما يقدرش يشخص إلا لما يشوف تحاليلك. تمام، أنا النهاردة لما بيجي المزارع بنبتدي نسأله علشان نستشف نوعية التربة، يقول لك الأرض مملحة، طب عرفت منين؟ أنت عملت تحليل، يقول لك لا. طب ده بقى على الزرع، طب اخر زرعه انت زرعتها كانت ايه وشكلها ايه عشان نعرف. لكن الصح معهد الاراضي والمياه بيوفر خدمه ممتازه وممكن تكون يعني مجانيه او باجر رمزي، يعني في عندهم كمان خدمات بتبقى مجانيه، فانت كل اللي بتعمله بتاخد عينه من التربه بقطاع بطريقه معينه بيقول لك عليه المتخصصين، او لو الامر محتاج ان هم بيجوا بنفسهم ياخدوا العينه ويديك التحليل. الاجراءات اللي بتتم، يعني انا دلوقتي عندي ارض وعايز اعرف اللي فيها، اروح لمين؟ تيجي حضرتك معهد الاراضي والمياه، عندنا وحدتين مهمين جدا في معهد الاراضي والمياه،
أول وحدة وحدة تحليل الدراسات دي بتقوم بتحليل التربة وعمل قطاعات في التربة، وتقدر تاخد العينة مظبوط ما تاخدهاش أنت بنفسك. المفروض بيجي المزارع اللي عاوز أو عاوز يشتري أرض جديد يروح ياخد ده الصح، عشان قبل ما يدفع فلوسه ويتطلع أرض فيها مشاكل قد يكون فيها ماء في ملوحة عالية، فالمفروض يعمل تحليل للتربة قبل دخوله في دفع أو دفع استثماره فيها قبل ما يشتري بالضبط. فبيجي المعهد الأراضي والمياه لوحدة الدراسات ده بيعمل تحليل التربة تحليل كامل، تحليل كاتيونات وأنيونات، ويشوف وتحليل المية تحليل كيميائي كامل، بيشوف درجة الملوحة بتاعتها، بيشوف الكاتيونات المتاحة، بيشوف الصوديوم، يقوم يعرف المشاكل اللي ممكن يقابلها. كمان بيروح لمعهد الأراضي لقسم الميكروبيولوجي اللي هو بيهتم بجزء تدوير المخلفات والأسمدة العضوية، يحلل أي سماد قبل ما يخش. قد يكون المزارع أحيانا بيشتري بعض الكومبوست أو بعض الأسمدة تتسبب في دفع مصاريف قوية جدا، يعني على سبيل المثال ممكن يروح يجيب كومبوست غير ناضج، يبقى فيه بذور حشائش، فيه نيماتودة، فيه أعفان جذور، تتسبب له في دفع مصاريف كتيرة جدا وحملة على 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 المحصول، صح، وبالتالي يؤدي لخسارته. فالمفروض الفلاح قبل ما يبدأ يشتري سماد يطلب من صاحب الشركة أو ياخد عينة يحللها على حساب صاحب الشركة تحليل كامل، سواء عينة أسمدة، أسمدة عضوية، يبدأ يشوف مشاكلها فيها نيماتودة، فيها أعفان. يعني أنا بشتري أسمدة عضوية، الأسمدة أنا قبل ما أدخل بقى يعني في التحليل، لأن أنا حضرتك ذكرت جزئية مهمة قوي، ذكرت لي أسمدة عضوية وقلت لي أسمدة حيوية، إيه الفرق ما بين دي ودي؟ الأسمدة الحيوية كل ما به كائن حي، كل ما به كائن حي، والأسمدة الحيوية دي بتركز على بعض الميكروبات اللي هي لها دور قوي جدا في تثبيت الأزوت، النيتروجين فيكسر، الميكروبات النافعة، الميكروبات النافعة، مثبتات أزوت، ميسرات فوسفور، ميسرات بوتاسيوم، ممكن مفرزات للهرمونات للفيتامينز للحاجات دي. فبنقدر نعمل منها عندنا المعهد في وحدة كاملة لإنتاج الأسمدة العضوية من بداية العقدين والرايزوبكتيريا والأزوتوباكتر، كل دي متخصصة لكل سماد لكل محصول، كائن حي متخصص في زيادة الأزوت. عندنا حاجات تاني بعض، يعني انا عارف كل كائن دوره ايه في الارض بالظبط، في حاجات ميسرات للمثبتات للازوت، وفي احيانا حضرتك ميسرات للفسفور والبوتاسيوم، وعندنا حاجه برضو جديده اسمها المايكروزين، ده فطر موجود وقدرنا نطلع منه منتج، ده بيعمل حاجتين، بيسر الفسفور في التربه وفي نفس الوقت بيحمي الجذور من اعفان الجذور. وبالتالي انت اما بتحلل اي مدخلات لارضك فانت بتعتبر انت داخل بتشتغل علم مظبوط. فاللي بيشتغل علم مظبوط لازم يحلل مدخلاته قبل ما يخشها للتربه، اسمده عضويه تماما، يشوف مشاكلها ايه، لو ليها فيها مشكله ما ياخدش. يعني انا عندي الاسمده الحيويه، الدكتور محمد بيقول ان هي كل اسمده بتعتمد على الكائن الحي اللي هي بتمد التربه بالبكتيريا النافعه عشان تبتدي تشتغل زي العمال، هم جايين يشتغلوا على الارض يستخلصوا العناصر المفيده للغذاء او للنبات يوصلوها للنبات، صح؟ بالظبط حضرتك. لسه الاسمده العضويه. اما الاسمده العضويه بقى حضرتك بعد ما ناخد هاني، استاذ هاني من اسيوط اتفضل. استاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل ووطي التلفزيون لو سمحت. يا استاذ سامح يا بيه. يا استاذ سامح. ايوه سامعك حضرتك. انا عندي مشاكل في التربه، وكنت استاذنك في الدكتور وصلني تواصل معاه عشان يعمل لنا تحليل للتربه. هو انت فين؟ في اسيوط. في اسيوط مركز ابنوب. في ابنوب احسن ناس. الله يبارك فيك. كنت عندك يوم الثلاث اللي فات. انا احسن ما اعرفش يا فندم والله. بقول لك ايه بقى مشاكل التربه؟ أنا عندي مشاكل أعفان في التربة، ليا سنتين حضرتك بشتكي من الأعفان في زراعة البصل والحلبة الفول البلدي، فبيبقى فيها أعفان وفي عندي فاقد في المحصول كبير. أنت زارع إيه دلوقتي وأنت بتكلمنا؟ حضرتك أنا زارع بصل. بصل، البصل فيه مشاكل دلوقتي في الفترة الحالية عندك؟ في أعفان يا فندم، أنا بحاول أعالج بس برضه يعني اما في اخر السنه بتاثر معايا في المحصول. بتحاول تعالج ازاي؟ الدكتور بقى يتكلم معاك. اساله يا استاذ. ارضك قديمه ولا جديده؟ ارض صفراء ولا ارض قديمه؟
طيب احنا تبع مشروع شباب الخريجين بتاع رفاعة التهطاوي. بتضيف في الخدمة ايه في بداية الزرع؟ والله انا السنة دي انا ما بقدرش انزل سباخ بلدي اللي هو الثمن العضوي. سباخ وليس كومبوست. لا سباخ بلدي بتاعتنا احنا بتاعت الفلاحين. السباخ بقى استاذ هاني ما رضيتش انزله السنة دي. بيقول ما رضيتش انزله. ما رضيتش انزله السنة دي. واستخدمت السوبر فوسفات. حلو. ما رضيش انزله السنة دي وحط سوبر فوسفات. بص يا استاذ هاني انت دلوقتي طب الري بتاعك ايه غمر ولا؟ اكيد غمر. لا رشة رشة بيه رشة دكتور. رشة؟ رشاشات. طيب دلوقتي انت حضرتك في بداية الخدمة المفروض بتعمل خلطة من الكومبوست الناضج اللي بتجيب تحليله وتتأكد ان هو ما فيهوش مشاكل زي ما قلنا حضرتك ولا اعفان ولا نيماتودا ولا ميكروبات ممرضة بالنسبة لي. تاني حاجة الكومبوست اللي انت المفروض كنت وضعته وخلطته مع شكارتين سوبر فوسفات مع شكارة كبريت مع شكارة سلفات بوتاسيوم ده كله بيظبط لك حاجة اسمها البي اتش بتاع التربة وخاصة الكبريت لما بينزل عليه الماء بيتحول لحمض كبريتيك فبيعقم يعني بينزل بي اتش التربة وبيوقف كل الكائنات اللي هي الأعفان اللي هي الفطريات وبالتالي ما يبقاش في بوادر زرعك ما يكونش فيه أعفان من البداية. ثانيا لازم تقنن المية بتاعتك كويس إضافة المية زيادة المية في الأيام دي طبعا رطوبة عالية الفطريات لو زودت الرطوبة تحت جذر النبات كتير بالتالي الفطريات هتنتشر معاك. هو الصرف عامل ايه عندك اساسا بالظبط؟ هو لا هي التربه ما صرفه كويس يا فندم وانا انا بتابع يعني. طيب انا بسقيها في مواعيدها. طيب بالنسبه يعني لاعفان الجذور هي دي مش هتبقى مع تبع معهد دي هتبقى معهد امراض النبات وهنتواصل معاهم وهنديهم رقمك بحيث ان هم يكلموك. تابعنا لاخر الحلقه لان لسه في اسرار الدكتور محمد هيقولها لنا عن التركيبه السماديه ومعاملاتي مع السماد خاصة في هذه الظروف الجوية. بشكرك أستاذ حسن من البحيرة تفضل. أستاذ حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الحاج حسن نجار من أبو حمص بحيرة. أحسن ناس تفضل. أهلا بيك. أنا لو سمحت عندي مشكلة عاوز أعرضها على سيادتك السامي. خاصة بإيه تفضل؟ خاصة بالمشكلة في الكيماوي. ايه اللي هي قولها تفضل على طول احنا تحت امرك. معايا 4.5 فدادين ارض اصلاح زراعي تبع جمعيه اللبان منطقه ابو حمص مديريه الاصلاح ضمنهم. فالارض دي عليها مشكله نزاع قضائي بيني وبين جماعه من ضمنهور بدلها فتره طويله. وبعدين الشرطه طبعا. طيب انا هقول لك بس على معلومه كده سريعه علشان احنا بنتكلم دلوقتي في فقرتنا النهارده عن التسميد. بس حضرتك اتصلت. اي ارض عليها نزاع قضائي ما بتصرفش سماد لغايه لما النزاع القضائي ده ينتهي ونعرف الموضوع ده بتاع مين والحيازه مين المفروض يستفيد بيها. بشكر حضرتك. اتكلمنا عن الاسمده الحيويه والاسمده الحيويه حضرتك قلت لي هي كل ما يعتمد على الكائنات الحيه النافعه للنبات. الاسمده العضويه هل هي مختلفه بقى عن السباخ البلدي إيه الأسمدة؟ هي الأسمدة العضوية نقدر نقسمها جزئين. جزء أسمدة عضوية طبيعية اللي هي حضرتك زي السباخ زي كل روس حيواني ممكن يدخل في خلفات المجازر أحيانا الحمأة بس الحمأة دلوقتي تعتبر ممنوعة منعا باتا في زراعة الأراضي المصرية عشان فيها مشاكلها. وفي أسمدة صناعية. الأسمدة الصناعية دي اللي احنا بنجري عليها بعض المعاملات عشان نتحاشى المشاكل بتاعة الأسمدة العادية. يعني الأسمدة العضوية بتنقسم لأكثر أسمدة طبيعية من قسم. أسمدة طبيعية اللي هي المخلفات الحيوانية. المخلفات الحيوانية بصفة عامة. الحمأة اللي هي بتبقى نواتج محطات الصرف الصحي ودي اتمنعت. لو في بعض الأماكن فيها نبات شجرية بتبقى بتصريح من وكيل وزارة الزراعة وبعد المعاينة. صح؟ المفروض القانون المصري بيمنع الكود المصري بيمنع زراعتها إلا في الأشجار الخشبية والأشجار الزيتية. اللي هي لا تؤكل. الحاجات اللي لا تؤكل ممنوع انك تستعملها اللي هي بعيد عن الخضروات اللي هي ملاصقه بالارض زي الفراوله زي بعض المحاصيل. تمام. وده الدوله يعني متابعه الملف ده. انا يعني شفت من 6 سنين قرارات كانت مهمه قوي قويه لو في استخدام بيبقى تحت ضوابط وباذن من وكيل وزاره الزراعه بالتنسيق مع المحافظه واجراءات كثيره جدا معقده. يبقى احنا كده عندنا الاسمده الطبيعيه. ايه تاني عندنا؟ جزء من يعتبر تبع الاسمده الطبيعيه برضو التسميد الاخضر. التسميد الاخضر ده انك تزرع محصول
وتحرطه في الأرض بهدف إضافة بعض العناصر وخاصة الأزوت، ودي بتعتمد فيها على الأسمدة على المحاصيل البقولية زي اللوبيا العلف، زي البرسيم الحجازي، البرسيم العادي، زي بعض أنواع الترمس البسيطة اللي بتيجي في وقت مرحلة التزهير وتحرط ده وتفرمه كويس، وبالتالي المحاصيل البقولية دي بتبقى مثبتة الأزوت في العقد الجذرية تحتها، وبالتالي تقدر تضيف للتربة الأزوت بكمية متوفرة كافية توفر لك من التسميد المعدني الأصلي. صح. بتوفر لك من تلت لتلتين الأسمدة المعدنية. التسميد بقى الجزء الأسمدة العضوية التاني اللي هو التصنيعي، اللي انت بتدخل بتعمل حاجة اسمها الريسايكلينج، أو بتقدر تدخل تكنولوجيا عليها سواء بيسموها التخمر اللاهوائي أو التخمر الهوائي. التخمر اللاهوائي ده بينتج منه أسمدة البيوجاز، بينتج ممكن نطلع الغاز الميثان وننتج منه رينيبل انرجي، زي ما حضرتك كنت بتتكلم من فترة ان مصر مهتمة بالجزئية دي، وخاصة ان مصر دلوقتي بتعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، متركزة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن ممكن نضيف ليها طاقة البيوجاز حاليا. طاقة البيوجاز مصر بتعتمد بصفة عامة بتنتج حوالي، يعني بتستعمل الرينيبل انرجي بمقدار 3%، العالم كله بيوصل لحد 20% في الطاقة الجديدة والمتجددة. والجزء الثاني يبقى بنطلع من سماد البيوجاز، من البيوجاز طاقة وبنطلع سماد، سماد البيوجاز بيبقى هضم لا هوائي، وبالتالي بيتضاف للتربة بيبقى منتهي من كل المشاكل بتاعة الميكروبات الممرضة، من النيماتودة، من الأعفان، تحلل كامل بالظبط، لانه تحت ظروف انت متحكم فيها. الجزء الثاني التخمر الهوائي اللي هو الكومبوست. الكومبوستنج ده او الكومبوست ده بتجمع كل المخلفات اللي عندك في الارض الزراعيه، اي ويست تخلف منه، ودي على مستوى العالم المخلفات بصفه عامه بتساهم حتى في التغيير المناخ اللي احنا فيه مشاكل حاليا ب 7% من تغيير المناخ. فالمخلفات الزراعية إن أحسنت استغلالها تقدر تطلع قيمتها الاقتصادية والمنافع بتاعتها كويس جدا، تطلع منها كومبوست، ومن الكومبوست تقدر تعمل حاجة اسمها المواد الهيومية اللي مصر بتستورد منها فوق 900 مليون دولار سنويا، تقدر تطلع منها الهيومات بكم كبير جدا، تقدر تطلع منها حاجة اسمها المستخلصات الحيوية زي الكومبوستي أو الفيرمتي، وعندنا حاجة اسمها الفيرما كومبوست، وعندنا حاجة اسمها البلاك سولدرز، وعندنا حاجة اسمها البايوتشار، تستعمل المخلف نفسه as it is في حرق لا هوائي، تطلع بايوتشار دي من ضمن محسنات التربة كويسة جدا الغنية بالعناصر. كل ده طالما دخلت عليه تكنولوجي يبقى بنسميها أسمدة عضوية صناعية. صح. يبقى عندنا كومبوست، سماد بيوجاز، عندنا فيرم كومبوست، عندنا البيتموس، بدائل البيتموس، عندنا البايوتشار، كل ده تعتبر حضرتك أسمدة صناعية. طيب هاخد الاول استاذ عزيز من الوادي الجديد، اتفضل. السلام عليكم استاذ عديل. السلام ورحمه الله وبركاته. العديل، اهلا وسهلا بك استاذ عديل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. استفسار بس بخصوص محصول الجرح. ايوه، انا سيادتك يعني اديت الجرعه الاولى من السوبر والكيماوي، ينفع دلوقتي ادي مغذيات ولا ادي الجرعه الثانيه من السوبر والكيماوي الاول؟ عايز اسال على المحصول ايه؟ القمح. القمح ادي في الخدمه ايه حضرتك؟ انت اديت في الخدمه. اقول تاني، انت زارع من امتى؟ انا زارع من 15/11. من 15/11 عملت ايه بقى؟ اضفت ايه في الخدمه؟ اضفت سوبر في الارض. سوبر ايه؟ سوبر فوسفات. سوبر فوسفات. تمام. قد ايه؟ اديت للفدان 7 شكاير. كتير ماشي، 7 شكاير للفدان. تمام، وايه تاني؟ وخضر القمح، وبعد ما خضر دلوقتي اديت الجرعه الاولى من السوبر والكيماوي. دلوقتي انت بتقول سوبر تاني؟ حطيت سوبر تاني؟ حطيت سوبر تاني. بعد السبع شكاير دول؟ بعد السبع شكاير. حطيت قد ايه تاني بقى؟ حطيت للفدان 3 شكاير كيماوي و6 سوبر. انت بتجيب السماد ده منين؟ بشتريه بالسوق حر. لا، السوبر سوق حر، انما الكيماوي لا. كيماوي اليوريا؟ انت ليك حصه معينه. انت بتقول ان انت ضفت 10 شكاير للفدان لغايه دلوقتي. 10 شكاير سوبر سيادتك، السوبر حر. تمام، انا مش بتكلم على ان هو حر ولا مش حر، انا بتكلم على ان دي فلوس انت بتصرفها حرام. تمام. الدكتور بقى هيتكلم معاك لان انا مش متخصص، اشرح له يا دكتور. بص حضرتك، احنا زي ما اتفقنا في الخدمه بتاعتك
تهتم بجزئيتين اصليين، الاسمده العضويه رقم واحد، وتعمل خلطه مع الاسمده المعدنيه. الاسمده المعدنيه شكارتين سوبر فوسفات للفدان، لو زودت يبقى ثلاث شكاير، شكارة من سلفات البوتاسيوم، شكارتين من سلفات البوتاسيوم، وشكارة كبريت زراعي، وشكارتين من نترات النشادر. ده كله خلطة في البداية، تخلطها وتحطها في الأرض. لو أنت بتزرع تنقيط افتح الخط وصرها في الخط واقفل عليها وشد تنقيطاتك. لو أنت بتروي بالنقاط، لو أنت بتروي غمر، شوف بقى أنت هتعملها ببضارة ولا تعملها ازاي. ده ما تزودش حاجه على حساب حاجه. هو في مقوله عند الناس ان بيقولوا السوبر بيدفي في الشتاء، وده كلام مظبوط، لان السوبر العنصر الاساسي فيه الفوسفور، والفوسفور ده مسؤوليه كامله عن تنشيط الجذور الاوليه والجذور الثانويه. وبالتالي انت زودت زياده على اللزوم وكلفت نفسك في انك تضيف سوبر زياده على اللزوم، ما كانش محتاج ده كله للفدان. 10 شكاير كتير جدا. انت لو جيت تحسب بقى مخرجاتك ومدخلاتك، لو هنعمل زي ما بنقول الروشته مظبوط، هتلاقيك ان انت مدخل مدخلات زياده على اللزوم. فبالتالي انت ما بتحط ده ما تسميتش بقى الا بعد المحصول ما يطلع ب 15 يوم، وابدا حط له شكارتين بكتير قوي يوريا، وابدا استعمل جزء على الاقل. لو هنعمل برنامج كده مع بعض، جزء هيومات، لو انت ارضك جديده تحط 5 لتر للفدان، لو ارض قديمه هتحط 2 لتر للفدان، وتعمل كمان جزئيه كل ده، وجزئيه كمان من اللقاحات عندنا في متوفره في معهد الاراضي والمياه والمحطات بتاعته، اسمها سويري ان بي كي حيوي. وبالتالي تقدر تخفض، ودي تكلفتها كلام فاضي يعني لو جينا نقارنها بالاسمده المعدنيه. بتعمل توازن زي ما قلنا لحضرتك، لازم تعمل توازن بين الاسمده العضويه واسمده حيويه واسمده معدنيه. انت كده في البدايه زودت الاسمده المعدنيه على حساب الاسمده العضويه والاسمده الحيويه. فانا نصيحتي ليك في البرنامج بتاعك تبدا باستعمال حاجات حيويه، ان بي كي حيوي، تستعمل هيومات. طب لحظه، اتفضل. الراجل ده زارع في 15 11 حط شكاير سوبر فوسفات زي ما بيقولوا، وفي اضافات تانية كمان، فيعمل ايه بعد كام يوم؟ هو المفروض يضيف حضرتك عندنا ال ان بي كي حيوي، دي في سلاله من البكتيريا اسمها الباسيلس ميجاثيريوم، ودي بتقدر تيسر الفوسفور من اللي حاطه ده، لان الفوسفور يعني بادر دلوقتي يجيبها. يجيب ايه؟ ان بي كي حيوي سويري، ان بي كي حيوي سويري من معهد الاراضي والمياه، مركز البحوث الزراعيه، علشان نقدر نخفف الحمل شويه بتاع ال 10 شكاير. انت معايا سامعني؟ تمام يا فندم. عشان ييسر لك الفصول اللي انت حطيته ده كله تستفيد بيه، بدل ما يفضل في التربه مالوش لازم. تمام سيادتك، بشكرك. استاذ بدير من كفر الشيخ، اتفضل. يا استاذ خير يا باشا. اهلا وسهلا، مساء النور. قدام حيازه بتاعت ورصه، ولسه ما عملناش لها علاج وراثه، وعايزين ناخد كمان الغله. هي حاله الوفاه بقى لها قد ايه؟ نعم، حاله الوفاه اللي بتعملوا لها اعلام وراثه بقى لها قد ايه؟ ده من زمان. طب يعني من زمان ومستنيين ايه؟ مفيش حاجه اسمها ارض من غير ورق. انا مع ان الفلاح ياخد سماد ويصرف ويزرع ويشتغل، لكن ان احنا نسيب الموضوع مفتوح. انا اظن حضرتك كلمتني قبل كده. كلمتك كتير والله. طيب ما انا جاوبتك اكتر من مره يا عم بدير. مفيش حاجه اسمها سماد من غير ورق، انت لازم يكون الحيازه دي مظبوطه ونعرف مين صحاب الارض وكل واحد ياخد حقه. بشكرك. زي ما حضرتك شايف، هو ده الفكر اللي احنا كنت بقول عنه في المقدمه، ان احنا لازم بعد التحديات اللي بنشوفها وتغيرات مناخيه وعايزين نزود من انتاجنا، والفلاح كمان المفروض يكسب. انا النهارده لما في بدايه الموسم احط 10 شكاير للفدان، والسؤال اللي بيتسال بعد ال 10 شكاير احط الجرعه الثانيه امتى وازود الثانيه امتى، هتحط ايه ومنين وبكام؟ ده رايك ايه؟ انت الاسمده دلوقتي كمان يعني هو جاب الاسمده دي كلها ازاي وهحط 10 ده كده؟ حتى السوبر فوسفات من ضمن الحاجات اللي بقول لحضرتك احنا بنحطه في البدايه. ليه بنحط السوبر فوسفات في البدايه؟ عشان وجوده مع الاسمده العضويه، في كائنات حيه في الاسمده العضويه تقدر تبدا تحلل الفوسفات، وفي نفس الوقت وجود الكبريت في الخلطه بينزل البي اتش، وبالتالي يحول السوبر فوسفات من الصوره الغير ميسره الى الصوره الميسره، الصوره الثلاثيه الى الصوره الاحاديه، وبالتالي النبات يبدا يسحب الفوسفور بسهوله. ولكن هو زود زياده عن اللزوم في هرجع لدي تاني عشان ده هيبقى عبء على الارض. استاذ محمد من اسكندريه، اتفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ سامح عندي بالنسبه للارض تحتي الايه؟ عندي مشكله في الارض تحتي. اللي هي ايه؟ بالنسبه للبرسيم بقالي 3 سنين حاليا من وقت البهايم والبهايم بتريم تمام؟ دي مشكله من ضمن دي سؤال من ضمن الاسئله. طيب السؤال الثاني وعندي البطاقه الزراعيه بتاعتي. البطاقه الزراعيه فيها دلوقتي ايه احنا ورثه. ورحت نستلم البطاقه قال لي لا لازم المندوب بتاعكم او اخوك الكبير اللي هو عامل بيه يجي يستلم البطاقه واخويا في السعوديه بقى له 7 شهور يعمل لك توكيل. بص يا حاج لو سمحت عشان بس دي كلها اجراءات انتوا ما عندكوش كده مشاكل يعني انت اكيد طلبوا منك الاجراء تعمل ايه يعمل لك توكيل يعمل لك تفويض دي كلها اجراءات ورقيه ولا يمكن الاستثناء فيها انا بقول لك بكل صراحه بشكرك استاذ عبد العاطي اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام يا اهلا وسهلا والله لو سمحت استفسر عن عندي مساحه فيها نماتوذة ايوه فعاوز اسال الدكتور ايه اللي يفيدنا في طب انت عرفت ان في نماتوذة ازاي الدكتور بيتكلم معاك اهو بقى دردشوا مع بعض في نماتوذة موجوده بيكون فيها انت زرع ايه زرع ايه خيار فلفل طب عرفت النماتوذة ازاي في الجذور من تحت معجله كده والزرع بيقف ولونه بيغير لا انت شفت الجذر في عليه تعقدات جذريه ولا مفيش ايوه عليه تعقدات جذريه فعلا طيب انت دلوقتي مطلوب منك تعمل تحليل للتربه عشان تعرف حدود النماتودا وصل للحد الخطر ولا الحد العادي لو الحد العادي لو الحد العادي اللي هو ما يعديش 100 يرقه لكل 200 جرام بالتالي هتروح معهد الاراضي والمياه دي عندنا حاجه اسمها النيما فري والنيما ليس ده جزء من اللي الدوله بتوفره او مركز البحوث بيوفره ناتج من ابحاث علميه اللتر بتاعه بكلام فاضي يعني 8 جنيه تقريبا تقدر تاخد منه وتظبط امورك لو العدد قليل لو العدد كتير هتضطر تستعمل اسمده كيماويه او مبيدات كيماويه ولكن خلي بال حضرتك انا قلت من بدايه ان لازم تحلل مدخلاتك يعني قد يكون النماتودة دي جايه لك اصلا من السماد اللي انت شاريه او من السباخ اللي انت حاطه غير كامل التحلل مظبوط او من سماد كومبوست غير كامل النضج او قد يكون بعض في سلوك عندنا كمصريين الناس احيانا دلوقتي مزارع الموز بتبقى مصابه بالنماتودة ويقلعوا الكرمات القديمه ويرموها في الترع وبالتالي تقدر تنقل لو هو ريو غمر تنقل جزء من النماتودة عنده فيستحسن فعلا وحضرتك فين بالظبط يا استاذ عبد العاطي ابو فابو غالب اه طيب يعني انت معهد الاراضي والمياه قريب ليك مش بعيد ابو غالب مركز المناع القناطر تمام خلاص هات لنا عينه فاحنا عايزين عينه من الارض علشان يتم تحليلها ويقولوا لك تعمل ايه بالظبط بشكر حضرتك قول تاني الوقت بقدر جزء من الارض وهزرعه في ايه حاليا دلوقتي هزرع فيه مساحه من الارض هتنزرع في الوقت الحالي تمام السباق افضل سباق بالنسبه اللي هو يكون مضاد للنماتودة يقاوم معايا مع النماتودة شويه ايه بالنسبه للكتكوت ام السباق البلدي ام فهمت سؤال حضرتك انت هتزرع ايه دلوقتي هزرع خيار وفلفل هتزرع لسه خيار وفلفل والارض فاضيه بس بيظهر النماتودة عندك كل سنه فانت عارف ان ارضك فيها نماتودة عارف طيب انا هخلي الدكتور يجاوب على ده بس انا بقول لك ما تلحق بسرعه بكره كده تجيب عينه لمعهد الاراضي والمياه على يوم السبت هجيب العينه بس انا ايه افضل الاسمده اللي هي ما هو علشان تاخد افضل سماد ويقولوا لك على السماد المناسب بعد ما يحللوا يشوفوا عناصر التربه بتاعتك فيها ايه هيدوك روشته فيها النماتوذ طب ليه ما عالجتهاش من زمان سيبها ليه لحد ما تزود ما انت كده هتزرع هتخسر هو حاول يعالجها بس ما عرفش عارف ليه ما جابش العلاج نتيجه لان اللي احنا بنقول لحضرتك عليه ده انت ما حللتش يعني ما شفتش ايه اللي في التربه او مشكلتها ايه فانا بطلب منك لما زرعت قبل كده جه المهندس وشاف وقال لي فيه نماتودة فعلا ماشي هو عرف ان فيه نماتودة انا بقى عايزك تجيب عينه ومعهد الاراضي والمياه يحللها لك فيديك روشته مكتوب فيها فين يا استاذ سامح ده في مركز البحوث الزراعيه في الجيزه مش بعيد عنك على فكره
مركز البحوث الزراعيه في الجيزه معهد الاراضي والمياه. انت لو جبت لهم العينه بكره بعد قد ايه ياخد النتيجه يا دكتور؟ يعني ماكسيمم اسبوع، خلال 4 ايام يكون جاهز. في خلال 4 ايام تبقى انت قبل ما تزرع عارف هتحط ايه في ارضك. فانت افضل برضه الاستباق اللي هو المناسب اللي هو ضيف. هنقول لك برضه انت مصمم عايز تعرف افضل حاجه، دي عينيا. حاضر حاضر. معايا مين يا سامح؟ محمد. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك احمد ابراهيم نجا حمادي. اهلا وسهلا. احنا عندنا محصور قصب السكر. ايوه. فعاوز اعرف البرنامج التشميد الكيماوي والمخصبات الثانيه البندال، واحنا عايزين نمشي على روشته فيه. برنامج تسميد القصب السكر. اه حاضر. عينيا الاثنين. الله يخليك. الموسم الدكتور والله يتابعنا في الموضوع، متعبانين في موضوع السماد اللي ادي 20 شكاره. 20 شكاره؟ يا حاج فصل مننا للاسف. طيب برنامج سمادي القصب السكر، في برنامج سمادي لقصب السكر معين؟ هو ده حاليا ممكن اوفره له لو هو حضرتك في زملاء هنا ممكن نوفره له عن طريق في محطه في معهد الملاوي وفي طبعا في اكتر من جهه. معهد الاراضي والمياه خلي بالكم الدكتور شاطر في الاسمده لان ده تخصصه، بس هو مش عايز يدخل في يعني تخصصات للزملاء. لو قلت برنامج لكل واحد بقى ان شاء الله نمسك كده محصول محصول ونعمل برنامج، بس ما فيش مانع ان فعلا ندي له بعض النصايح. النصايح بتاعتي ليه ان طبعا قبل النصايح هنطلع فاصل سريع عشان تجيب ورقه وقلم وتكتب النصايح للدكتور محمد هيثم. فاصل سريع.